اتفرج قدام، اتفرج بعينك شوف فين. تعرف انه بعد مرور سنه كامله السهم يتداول فين؟ شوف اعلى رقم تاريخي في السهم 189 ريال، اعلى رقم حققه في شهر 10 اكتوبر لما بدانا نحلله كان 185. يعني انت لما تيجي بعد سنه كامله تبغى تبدا تحلل السهم، هل مناطق السهم مناطق مغريه بالنسبه لك؟ هيا بدانا نحلل السهم، تبغى تشتغل فيه؟ هيا تعال اشتغل فيه، يلا شوف دعمك فين الآن، شوف ترندك الرئيسي فين، هيا هذا ترندك الصاعد اللي انت الآن يهمك ما ينكسر، هذا مستوى الترند، هيا روح البس كم طاقية وانتبه لنفسك، شفت نفسك تبغى هذه ارميها في وشهم، هيا شوف الآن وين الدعم، متوسط 50%، قريب 163 165 الآن إكوا باور كاسر مطب عند مستويات أو قاعد عند دعم هنا 169 ريال كاسر 174. يعني شوف حتى لو تبغى تدخل عند ترند حتدخل قريب 150 وانت على أعصابك، فلو ما بالك لو كسر المسار. السؤال اللي يطرح نفسه، هل عندما نحن فكرنا نحلل إكوا باور بعد مرور عام كامل هل كان السهم في مناطق إغراء بالنسبة لنا استراتيجية؟ لا، أكثر واحد أكثر اكتتاب قرب ينهي سنة كاملة. شوفوا النايفات هو اللي قاعد يتداول في أدنى القيعان عند 23-22، هذا اكتتابه كان ب 32، يعني بعد مرور سنة كاملة نطل في النايفات نلاقي النايفات تحت، فوالله مغري، مكرر ربحه معقول، وضعه لا يعني لكن إكوا باور فين؟